قبل ما نبدأ فيديو اليوم بتمنى انكم تشتركوا بقناتي تساعدوني اوصل الالف مشترك، وبهيك ان شاء الله بقدر اوثق القناة وان شاء الله بتعجبكم الفيديوهات اللي بنزلها كل يوم. ندخل بالانترو وبعدها نبدأ الفيديو. سلام. كثير من اصحاب المال والاعمال وخاصة اصحاب المليارات تأثروا بشكل كبير خلال ازمة كوفيد 19 او الكورونا فيروس اللي احنا بنعيشها هلا، وخسروا مبالغ كبيرة خلال فترة شهرين بس، لدرجة انه كان عندنا 2095 ملياردير قبل، هلا صاروا 1062 ملياردير، يعني 1033 ملياردير اختفوا، مش اختفوا يعني بطلوا مليارديرية، صاروا يمكن مليونيرية او شيء زي هيك. واليوم حبيت اعطيكم امثلة على هدول الاشخاص اللي خسروا مليارات، وإذا بالغلط نسيت اسمك بليز اكتب لي اياه بالتعليقات تحت. نبدأ مع برنارد أرنولد، صاحب ماركة لوي فيتان المشهورة، الرجل الفخم، خسر خلال شهرين 30 مليار دولار، يعني معدل خسارته كان 20 مليون دولار كل ساعة. أمانكيو أورتيغا صاحب محلات زارا، خسر 17 مليار دولار. كارلوس سليم المكسيكي من أصل لبناني، صاحب شركات الاتصالات في المكسيك، خسر كمان 17 مليار دولار. جيف بيسوس صاحب شركة أمازون، خسر 9 مليار دولار خلال أزمة كورونا، بس هو لسه أغنى رجل في العالم. صديقنا ترامب في أول شهر مارس كانت ثروته تقدر ب 3.1 مليار دولار، في 18 مارس ثروته تقدر هلا ب 2.1 مليار دولار، مليار دولار طار اللي بتعادل ثلث ثروته اتبخرت. خسارة ترامب كانت بسبب انهم سكروا 17 شيء من ممتلكاته، فنادق وشغلات زي هيك حوالين العالم، غير هيك مشى 1500 شخص من اللي كانوا بيشتغلوا عنده. الفنادق والممتلكات اللي سكرها كانت بتدخل عليه يوميا 650 الف دولار. لحظة خلوني اتنفس شوي. المهم غير هيك ترامب ماخذ قروض لنادي الجولف تاعه الموجود في فلوريدا، وهلا بحاول تقريبا يوصل بتسويه مع البنك انه يصبر شوي عليه في الدفعات. وطبعا كل اللي صار هو بسبب فيروس كورونا. انا عن نفسي تقريبا خسرت 250 دولار، لكن ربنا بيعوض مش مشكله. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، وان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. سلام.